الوقف السني ساند لنا، ودائما اي شيء نحتاجه هم يوفرونه، وفي من مجال القضايا اللوجستيه والاداريه وكذلك التعاون مع مفتشي اثار نينوى. الجامعه الان في مراحل متقدمه، احنا الان وصلنا للصبه الرئيسيه النهائيه، وبعد راح تاتي الصبات اللي متعلقه بالقباب الثلاثه والمناره، وبعدنا مراحل الصب. لكن الجزء الاساسي من الهيكل، خلينا نقول الهيكل، وصل الى مراحل متقدمه جدا. كم نسبه الانجاز ممكن تقديرات؟ يعني حاليا اذا اختبرنا ان الهيكل يمثل 50%، فاحنا بعد ما وصلنا 50%. تعرف الجوامع تختلف، يعني هذا جامع له قيمته، فالنهاءات وهناك كثير من الخطوط ويعني النقوش والى اخره اللي كانت موجوده لنحرص انه نعيدها كما كانت في مراحل متقدمه. هل مقام يعني اللي موجود كان هنا وقبر النبي يونس عليه السلام، هل هو موجود له؟ يعني احنا كما تعلم انه العصابات الارهابيه فجرت المرقد، احنا حرصنا انه نعيده في نفس مكانه اللي كان موجود. اما يعني قد يكون موجود تحت الارض، يعني احنا لا نملك يعني معلومات دقيقه، لكن يعني هو المثبت انه هذا المكان هو كان في قبر النبي الله يونس عليه السلام كما ترويه المصادر التاريخيه.